السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة إنجي فهمي مشعل، مدرس مساعد بقسم إدارة التمريض. هنشرح دلوقتي الكريتيك اوف تايم سكادولينج أو الروستر. أول حاجة احنا قلنا اتكلمنا قبل كده عن التايم سكادولينج، وعرفنا ان هو يا إما بيتعمل ويكلي كل أسبوع أو مانثلي كل شهر. وبنستخدم في نوعين من التايم سكادولينج عندنا، قلنا في بلوك تايم سكادولينج وفي سايكليك تايم سكادولينج. البلوك تايم سكادولينج قلنا ان انا باخد كل عدد الوركينج دايز از ا بلوك، وايام الراحه بتاعتي باخدها بلوك، يعني ايه متجمعه على بعضها. او ان انا بستخدم اللي هو سايكليك تايم سكادولينج، ان انا باخد الشغل بتاعي في صورة سايكل. يعني لو انا بدأت الشغل بتاعي مثلا شفت المورنينج، وبعد كده اخدت اجازة، وبعد كده اشتغلت ايفنينج، واخدت اجازة واشتغلت نايت، فببدأ اعيد السايكل بتاعتي من اول وجديد بنفس نوع الشفت اللي انا اشتغلت بيه. اول حاجة طبعا الكريتيك ده بيعتمد على ان انا ابقى عارفة البرينسيبال اوف تايم سكادولينج، وهل هي متطبقة في التايم سكادولينج اللي قدامي ده ولا لا. بيبقى معايا روستر جاهز وانا ببص فيه وبشوف البرينسيبال متطبقة ولا لا. عندنا لو خدنا اول واحد اللي هو الهيد نيرس از ذا توب مانجر ماست بي ستريت مورنينج ويز وان فاكيشن ويكلي. احنا عارفين طبعا ان الهيد نيرس هي التوب مانجر الموجودة في كل واحدة، بيبقى الروستر بتاعها طول الاسبوع بتاخد فيه مورنينج وبتاخد يوم اجازة في الاسبوع، وعادة بيبقى يوم الجمعة. تمام. طبعا انا بصيت على الروستر اللي معايا وشفت البرنسبل ده متطبق ولا لا. في اول خانة دي اللي هي observed by student nurse هعمل عليها تشيك، انا بصيت وشفت اذا كانت هي فعلا واخدة الشغل بتاعها straight morning، واخدة one vacation day ولا لا. satisfactory، هل هي مطبقة البرنسبل كاملا في الروستر اللي معايا، فهعمل عليها تشيك وبقول الهيد نيرس work straight morning with one vacation weekly. اما ال unsatisfactory اللي هي مثلا شغالة طول الاسبوع وجاية في يوم مثلا واخدة evening او واخدة يومين اجازة في الاسبوع، يبقى كده unsatisfactory not applicable. يعني انا بصيت في الروستر اللي معايا مثلا ما لقيتش الهيد نيرس اصلا موجودة في الروستر، او لقيتها شغالة evening ومورنينج ونايت، فده not applicable، مش متطبق البرنسبل ده، فهعمل هنا تشيك. هاجي عند البرنسبل التاني اللي هو every nurse must have one vacation day in the week at least. على الأقل ألاقي كل نيرس واخدة يوم أجازة في الأسبوع، ما ينفعش يعدي أسبوع والنيرس الستاف نيرس اللي موجودة مش واخدة أجازة. فبالتالي أنا عملت له observation، هعمل تشيك عند observed by student nurse وهشوفه متطبق كاملا، هعمل اللي هو satisfactory. متطبق نص ونص مثلا هيبقى unsatisfactory not applicable. يعني مثلا في النيرس مثلا لقيت واحدة شغالة طول الأسبوع مش واخدة ولا يوم أجازة، فبالتالي ال principle ده not applicable. registered nurse must not work together without practical nurse. واحنا بنتكلم احنا بنشرح قلنا لازم اعمل ميكس بين الديفرنت تايبس اوف نيرسز اللي موجودين عندي. طبعا انا عندي بروفيشنال نيرس وعندي براكتيكال نيرس اللي هي التكنيكال يعني، فلازم الاثنين يكون موجود عندي بروفيشنال معاها براكتيكال او تكنيكال نيرس، وهشوفه متطبق وبالتالي هبص اذا كان ساتسفاكتوري ولا ان ساتسفاكتوري اور نوت ابليكابل. اللي بعد كده رقم 4 don't let practical nurse to work alone. ده تأكيد للبرينسيبال اللي هو في رقم 3 اللي هو بيؤكد ان انا ما ينفعش اسيب practical او technical nurse شغالة لوحدها من غير ما يكون معاها professional nurse او registered nurse. you may increase the number of staff nurse. هنا بيقول لي you may increase the number of staff nurse in the ايه رقم 4
رقم 5 بيقول you may increase the number of staff in the morning shift daily except in Friday. طبعا احنا قلنا ان المفروض عدد النيرسز في المورنينج شيفت بيكون 45%، في الايفنينج بيبقى 35%، وفي النايت بيبقى 20%. ليه؟ لان قلنا معظم الشغل بتاع الوحدة بيبقى موجود الصبح، سحب معامل، اذا كان سحب معامل، اذا كان صرف ادوية، فبيبقى في شغل كتير الصبح، فبالتالي انا محتاجة عدد نيرسز يكون اعلى in the morning. طبعا في الفرايداي بتبقى الصيدليات مقفولة، المعامل مقفولة، فبيبقى الشغل قليل في يوم الاجازات. الادوية بتاعتي انا صرفها من يوم الخميس، فببقى محتاجة عدد قليل يوم الجمعة، فبالتالي هشوفه طبعا satisfactory ولا unsatisfactory or not applicable. رقم 6، every nurse can work night duty from 1 to 3 times weekly. طبعا المفروض هي كل نيرس هتشتغل من يوم لثلاث ايام نايت شيفت كل اسبوع. طبعا لو انا لقيتها شغالة واحد يوم واحد فده ساتسفاكتوري، او يومين ساتسفاكتوري، ثلاثة ساتسفاكتوري. لكن لو لقيتها شغالة مثلا اقل، مثلا نيرس مش شغالة خالص نايت طول الاسبوع، وجت في الاسبوع اللي بعده شغالة 4 ايام، فده ما ينفعش، ده اللي هو بيبقى نوت ابليكابل، يعني مش متطبق. لقيتها مش شغاله اسبوع، شغاله اسبوع مثلا واخده يومين، والاسبوع اللي بعده 4 ايام، فده انساتسفاكتوري لانه اتطبق في اسبوع والاسبوع التاني مش متطبق فيه. تمام كده. رقم 7، نيفر ماست نيرس ماست تيك of day after night duties. واحنا قلنا من ال principle of time scheduling ان لازم بعد ال night shift النيرس تاخد يوم راحة. تمام، ما ينفعش تشتغل night shift ويجي بعديها مثلا تشتغل morning او evening، فده مش من ال principle بتاعة ال time scheduling. لازم تاخد night shift بعد، تاخد days off بعد ال night shift. It is preferred، رقم 8، it is preferred for a nurse to work evening shift return after night days. طبعا لازم، طبعا هي هتشتغل نايت، هتاخد بعديها يوم راحة، وبعد الراحة المفروض ان هي ترجع على evening shift، ما ترجعش على morning، علشان هي بتبقى عايزة تظبط السايكل بتاعت النوم بتاعتها، فبالتالي هيبقى ارهاق عليها انها تيجي بعد الراحة على morning. فبنحاول ان احنا نريح النيرس دي وبديها ايفنينج بعد الراحة. رقم 9، when return from off days after night duties preferred to work evening duty and not morning duty. وده تأكيد للبرنسبل الموجود في رقم 8. بعد كده be fair when distributing the vacation between nurses especially Friday. طبعا بيبقى محبب لكل الناس ان هي تاخد الجمعة اجازة، لان طبعا ولادهم بيبقوا اجازة وازواجهم، فبالتالي انا كهيد نيرس لو انا بعمل الروستر فالمفروض ان انا ابقى فير مع النيرسز، ولو اديت لمجموعة من النيرسز مثلا اول اسبوع اجازة، المجموعة التانية تاخد الجمعة تاني اسبوع اجازة، تالت اسبوع مجموعة تالتة، بحيث ان انا الجمعة موزعاها اجازة على كل النيرسز بالتساوي بينهم، فهكون فير في توزيع اجازة يوم الجمعة. رقم 11، ال night duties must be equal for all nurses in the schedule. المفروض لو انا مثلا كل نيرس المفروض تشتغل 5 نايت في الشهر، فهوزع 5 نايت لكل النيرسز زي بعضهم، ما ينفعش ادي الواحدة 3 وادي الواحدة 5، فبالتالي هعد عدد النايت اللي موجودة في الروستر اللي عندي. لو انا لقيت كل النيرسز واخدة نفس عدد النايت طول الشهر، فهعمل على ساتسفاكتوري تشيك وهقول ان كل النيرسز واخدة 5 نايت او 4 نايت. لو عندي مجموعة واخدة 5 ولقيت 2 او 3 في الروستر واخدين مثلا 6 او 8، هعمل اللي هو unsatisfactory وهقول ان في 2 nurses واعلم عليهم واقول ان ال2 nurses دولت واخدين عدد اعلى او عدد اقل. not applicable يعني لقيت واحدة مثلا واخدة 3، واحدة واخدة 5، واحدة واخدة 2، فبالتالي هو مش متطبق خالص، ف not applicable. رقم 12 بيقول it is preferred that
is night duties are between 6 to 8 times monthly. المفروض بيفضل ان يكون عدد ايام النايتس لكل نيرس طول الشهر من 6 ل 8، لا يتعدى كده ولا يقل عن الستة، لا يعدي 8 ولا يقل عن 6. فانا هشوف، هعد عدد النايتس لكل نيرس وهشوف اذا كان بيتراوح من 6 ل 8 فهبقى قايله ان ده ساتسفاكتوري. لقيته اعلى من 8 هيبقى ان ساتسفاكتوري، اعلى من 8 اللي هو نوت ابليكابل. في ناس واخده من 6 ل 8 وناس مش متطبق عليهم، فده بالنسبه لي ان ساتسفاكتوري. رقم 13 total hours by the end of schedule for all nurses may be between or around 170 hours 170. يعني انا دلوقتي هعد عدد ساعات العمل لكل نيرس وهشوف اذا كان بيتراوح هو يعني في حدود 170 ساعة لكل نيرس، فبالتالي هشوف هشوف ده و هعد عدد ساعات العمل لكل نيرس وهشوفها اذا كان في توتال في الشهر كله حوالي 170 ساعة، فده بالتالي ساتسفاكتوري. لو لقيته ناس عندها 170 والناس مختلفين عن بعض، يعني مش متطبق على كل الناس، فده بالنسبة لي unsatisfactory. أعلى من كده هيبقى not applicable. You can use 2 days as a vest. لو أنا يعني أنا في ده حاطة مثلا في كل أسبوع يومين أجازة ورا بعض لكل نيرس، بحيث لو هي عندها أي مناسبة أو أي حاجة عايزة تظبطها في اليومين دول يبقى متاح بالنسبة لها. رقم 15 double shift is prohibit. double shift ده اللي هو المفروض ان انا ما ينفعش ان انا احط الواحدة تكون شغالة نايت، اللي هو تطبق ال 24 ساعة، تكون مثلا شغالة نايت وتطلع على مورنينج. لازم يكون في فصل بينهم، زي ما قلنا ان هي هتاخد في النص راحة وبعدين ترجع على شيفت تاني، لكن ان هي تطبق 24 ساعة فده المفروض مش محبب. ولكن على حسب البوليسي بتاعت المستشفى، طبعا في ده في بعض المستشفيات بتستخدم النظام ده، وهو مش المفروض. لو انا شغالة بالبرنسبال بتاع التايم سكادولينج اللي هو ممنوع يتعمل الحاجات دي. رقم 16 registered or practical nurses must not work separately without other levels of nurses. وده principle احنا قايلينه وشفناه في البرنسبل اللي قبل كده، فده تأكيد عليهم ان انا لازم اعمل ميكس ما بين البراكتيكال نيرس والريجسترد نيرس. رقم 17 بيقول لي ايه سيمبل بتساوي مورنينج، يعني انا في شيفت المورنينج كاتباه ايه، وبي سيمبل اللي هو ايفنينج في شيفت الايفنينج بكتب بي. في ناس بتستخدم اي بي سي اللي هو اي المورنينج، بي ايفنينج، وسي النايت، او اللي هو لو ده لو موجود هيبقى ساتسفاكتوري. لو مش موجود مثلا هم عاملين المورنينج ام والايفنينج اي والنايت ان، على حسب اللي موجود عندي في الروستر هشوفه ساتسفاكتوري او ان ساتسفاكتوري. وبعد كده بكتب student signature، بكتب ايه بمضي باسم الطالب. زي ما قلت لكم كده، وكده بقى خلصت الكريتيك بتاعي. في كل نقطه هعمل تشيك اوبالي الحاجه اللي انا شايفاها سواء كانت ساتسفاكتوري ان ساتسفاكتوري اور نوت ابليكابل، واحط جنب كل واحده الراشونال بتاعي عليها. يعني مش هعمل تشيكو بس، لا هعمل الراشونال، الروستر اللي قدامي انا ليه قلت هو البرنسبل ده ساتسفاكتوري ولا ان ساتسفاكتوري ولا نوت ابليكابل اكوردنج للشيت اللي انا بعمل لها كريتيك. وشكرا ليكم.